الصدقة، الإنفاق، أخرج من مالك يعطيك الله سبحانه وتعالى أضعاف مضاعفة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط. الله يفتح لك أبواب رزق أنت غافل عنها، أنت ما كنت حاسب حسابها. لو مو اليوم، لو مو بكرة، بيجي يوم. بسم الله والصلاة بيجي يوم. والسلام على رسول مع سعيك. قال الله ما حسبك. وجعلنا من الماء كل شيء حي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقي الماء، مشروع البير السطحي، مشروع الحياة صدقة جارية، مقدم من الحاج مازن موسى داود القاف حفظه الله. اللهم تقبل هذا البير من طرف صاحبه، اللهم اجعله في ميزان حسناته، اللهم اجعله وسيلة لدخول الجنة، اللهم اجعله نجاة من النار، اللهم انزل عليه نورا من نوره، اللهم تقبل تبرعاته وصدقاته، اللهم اسقنا جميعا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.